وانا قاعد بقلب على الفيس لقيت ريد جوت منزل بريميوم منيو مكون من 5 سندوتشات، واللي ما يعرفش ريد جوت ده محل مشهور جدا بلحم النعام، فكان لازم اروح اجربه. رحت فرع مدينه نصر وكنت محتار اي واحد من ال5 سندوتشات دول اجيب، لحد ما قررت اجيب اغلى واحد في المنيو لانه كمان عليه لحمه بريسكت، فقلت فرصه برضو اجرب اللحمه دي عندهم. الساندويتش كان طري جدا وجوسي قوي، وعباره عن لحمه بريسكت ولحم النعام وسلايس جبنه وصوص الهاني ماسترد. بالنسبه للحمه البريسكت طعمها حلو جدا، بس ما ركزتش في طعمها قوي لاني كان عندي فضول اجرب لحم النعام. لحم النعام شبه كده الكبده او الكلاوي، بس طعمها طعم اللحمه باين قوي ان طعمها لحمه جديده عليا، مش زي اي لحمه اكلتها، وطريه جدا، وممكن اقول ان طعمها شبه شرايح رفيعه من اللحمه المحمره.